السلام عليكم ورحمة الله. طلابنا الأعزاء، اليوم عندنا موضوع الإنترنت. الإنترنت هو شيء معروف بالنسبة لنا ويعني متداول منذ زمن بعيد، وما أعتقد يخفى على أي طالب بكم شو هو الإنترنت واستخداماته. لكن اليوم راح نسلط الضوء على بعض الأمور اللي احنا عادة نكون بعيدين عنه. احنا نتعامل مع الانترنت مثل ما هو مألوف بالنسبة لنا وتعلمناه حتى بدون دراسة، لكن اكو بعض الامور اللي نحب نسلط الضوء عليها، اللي هي عادة تكون من اساسيات هذا الموضوع وما تمر علينا اثناء عملنا في استخدام الانترنت. بعض المصطلحات، بعض الأمور الأساسية اللي تستخدم، ويمكن حتى احنا نستخدمها بدون ما ناخذ عنها فكرة بشكل أكاديمي أو علمي. كلمة الإنترنت هي أصلا مشتقة من الانترناشنال نتوركس، اللي هي جمع من هالكلمتين، إنترنت مثل ما واضح أمامنا على الشريحة. فالإنترنت هي الانترناشنال نتوركس، يعني الشبكات العالمية. الإنترنت هو يربط ملايين، بل يمكن حتى الآن أصبح مليارات الحاسبات وحتى الأجهزة اللي نسميها الموبايل اللي نستخدمه بيدنا، هي أيضا تستخدم لنفس الغرض وعن طريق نفس الشبكة. مئات البلدان في العالم وليس مئة ترتبط بالإنترنت بهاي الشبكات مع بعض البعض، وتتناقل البيانات والأخبار وكل شيء ممكن أن ينقل خلال الإنترنت. الإنترنت يربط الحاسبات خلال الكرة الأرضية كلها من خلال هذه الشبكة. ممكن أنه نتبادل ونتصل مع الآخرين ونتناقل البيانات فيما بيناتنا. ومثل ما معلوم بالنسبة لنا، احنا ممكن ننقل ملفات، ممكن ننقل صور، ممكن ننقل بيانات، ممكن كل شيء. وحتى حاليا احنا الدراسة مالتنا صارت عبر الانترنت، يعني نعطيكم المحاضرات و الامتحانات وما إلى ذلك كله أصبح من خلال الإنترنت. طبعا هذا بسبب الظروف الراهنة. اختيار مجهز الخدمة، choosing internet service provider. بعض النقاط المهمة اللي تخلينا احنا لما نختار من اللي راح يجهزنا بالخدمة، يعني احسا الخدمة اتصلنا احنا عن من أكثر من طريق. ممكن أنه شخص عنده برج بالبيت ويستخدم من خلال هذا البرج. ممكن مثلا بالجامعة أكو الكابل الضوئي أو الاتصالات اللاسلكية أو عدة طرق أخرى. ممكن إحنا باستخدام الموبايل عن نتصل بالإنترنت من خلال السيم كارد اللي موجود بالموبايل، وشبكة الهاتف النقال هي تجهز خدمة. فأكو عدة اعتبارات، شخص نلاحظ أنه شخص يميل إلى مجهز معين يختلف عن شخص آخر. هذا يقول هذه الشركة أحسن، هذا يقول لا هذه الطريقة أحسن. فالأشياء اللي تحكمنا في اختيار الإنترنت، في اختيار مجهز الإنترنت، مجهز خدمة الإنترنت اللي هو الإنترنت سيرفيس بروفايدر واختصارا ISP، هو عندنا عدة عوامل، منها أنه عندنا السبيد السرعة والبرايس اللي هو الثمن، يعني سعر الاشتراك، طريقة نصب السوفتوير اللي يشغل لنا يربطنا عبر الانترنت، والأمور أخرى مثل السيرفيس ريكورد، التكنيكال سبورت، والكونتراكت تيرمز، يعني العقد، الشروط اللي موجودة بالعقد، وأمور أخرى مثل التكنيكال سبورت. فهذه الأمور لازم تكون نصب أعيننا لما نشترك بالمجهز الخدمة. كيف يعمل الإنترنت؟
Because the internet is a global network of computers, each computer connected to the internet must have a unique address. الكمبيوترات عددها جدا هائل ومربوطة بشبكة عالمية، فلازم كل كمبيوتر أو كل جهاز يربط بالشبكة لازم يكون عنده رقم خاص بينه، عنوان اللي هو الانترنت بروتوكول اللي هو الاي بي، وهذا يكون رقم يسمونه هاي كلمة يونيك ادريس، يعني واحد موحد اوحد ما يتكرر مرة اخرى ابدا. مستحيل ان يكون اكو جهاز اخر يحمل نفس الرقم، فهذا يعتبر هوية للجهاز اللي يدخل على الشبكة ويعرف هذا الجهاز من خلال هذا الرقم او العنوان الخاص بكل جهاز. الموبايل له رقم، كل موبايل له رقم خاص، كل حاسبة لها رقم خاص، ادريس خاص يعني اللي هو اليونيك ادريس. متطلبات استخدام الانترنت، اول شيء واهم شيء يكون عندنا كمبيوتر، والكمبيوتر يحتاج حتى يرتبط بالشبكة. احنا دائما نقول اكو رديف الكمبيوتر اللي هو الموبايل، بس احنا عم نحكي على الكمبيوتر. الكمبيوتر يحتاج اما الى مودم او راوتر او نتورك كارد اللي هو اللان يسمى، هذا لازم يكون متوفر حتى نربط الحاسبة من خلال اما المودم. سابقا كنا نستخدم المودم عن طريق التليفون، خط التليفون، واما نستخدم اللان اذا عندنا واير يجيب لنا الخدمة خاص للإنترنت، وإما يكون عندنا كارت أو راوتر، يعني أكو عدة طرق للاستخدام. وبعدين عندنا الإنترنت أكاونت، يعني حساب عند المجهز الخدمة، وهي أعتقد يعني كثير منكم من عندهم اشتراكات منزلية خصوصا لازم يكون عنده أكاونت يدخل بينه عند مجهز الخدمة، بحيث أنه وقت اللي يحتاج انه يعمل لوجين يدخل لازم يكون عنده اي دي وباسورد يدخل من خلاله حتى يدخل الى الحساب اللي خاص بينه، وهذا عنده مسجل يم المجهز وقت الاشتراك وتاريخ الاشتراك، ولما ينتهي مدة الاشتراك مثلا الشهري ينقطع الاتصال، وبعدين من يجدد الاشتراك يرجع يفتح له، فهذا هو الاكاونت. الابليكيشنز سوفت وير اللي هو من خلاله نبحر بالانترنت، فالبراوزر مثلا اللي هو الويب براوزر اللي هو الفايرفوكس والكروم، وكان سابقا يستخدم الانترنت اكسبلورر، بس هسه اصبح قديم واغلبية المستخدمين والبرامج اللي تنتج اصبحت تميل الى هذول الاثنين البراوزرز اللي هي الفايرفوكس والكروم، وهذاك بدأ شوية يقل ينحصر استخدامه. عندنا الإيميل كلاينت وعندنا الباك إند سوفتوير، هاي الأمور كلها اللي تستخدم مع الإنترنت، يعني الـMS مايكروسوفت أوتلوك هذا أحد أنواع وأقدم أنواع الإيميل المستخدم، وأيضا هذا انحصر حاليا استخدامه. عندنا السوفتوير اللي مفروض تربط تنزل على الحاسبة ونحتاجها اللي هي الأدوب ريدر اللي يفتح لنا ملفات البي دي اف والفلاش بلاير مشغلات الفيديو والأمور الأخرى اللي هي اختيارية، السبيكر وبرينتر وويب كام، هاي طبعا كلها بدت يعني أصبحت من البديهيات، يعني مثلا اللابتوبات كلها بها الكاميرا وبها البرينتر وبها العفوا الويب كام والسبيكر، بس عندنا البرينتر هذا اختياري اذا احنا نحتاجه ممكن انه نجيبه نربطه مع الحاسبة.